هاي انا عليا، هنعمل النهارده اروستيتشيني او لام سكيورز، واستخدم بوتاجاز لجرمانيا مودرنا. التتبيله بتاعه اللحمه سهله جدا، هي زيت زيتون، روزماري، ثوم، ملح وفلفل. الوصفه دي من ابروتسو، وهي منطقه صغيره شمال روما، وهم مشهورين هناك بوصفات كتير فيها فلفل حراق ولحمه ضاني. بعد ما اللحمه بتتبل كويس، هنسيب اللحمه في التتبيله لمده ساعه، وبعد كده هنبتدي نحضرها للشوي. مهم قوي ان احنا نحط السكيورز او العيدان بتاعتنا في شويه ميه عشان ما تسودش لما نيجي نشوي اللحمه. بما ان العيد جاي في الصيف، فالوصفه دي حلوه قوي لو في شوي او باربيكيو. هنشوي اللحمه لمده 5 دقائق بس على الجريل عشان تاخد لون قبل ما بتكمل سوا في الفرن. حوامل الكاست ايرون بتساعد ان الحراره تتوزع مظبوط، فاللحمه كلها هتاخد اللون المطلوب في نفس الوقت. هنحط اللحمة في الفرن لمدة 3/4 ساعة على درجة حرارة 3 أو 160. هنشغل مروحة التوزيع عشان تكمل سوا، وده بيضمن إن اللحمة ما تنشفش وتبقى جوسي. الديش ده بيتقدم مع عيش وليمون وشوية زيت زيتون، بس احنا ممكن نقدمه مع أي دب بنحبها أو سلطة أو حتى طبق خضار. وكل سنة وانتوا طيبين وبالهنا والشفا. La Germania, the kitchen genius.